وقبل الختام نستعرض معكم مجموعة من الأخبار المنوعة التي اختارها فريق الإعداد في هنا سوريا. البداية من إدلب، حيث جمدت حكومة الإنقاذ قرارها الخاص بإغلاق مكاتب الحكومة المؤقتة في المحافظة. وبحسب بيان للهيئة السياسية، فإنه بعد اللقاء بين الفعاليات الثورية وحكومة الإنقاذ تم الاتفاق على تعليق العمل بالإنذار الموجه إلى الحكومة المؤقتة، وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة البلد واحتراما للمقاتلين على الجبهات، وذلك بحسب نص البيان. من إدلب إلى حلب، حيث ذكرت شبكة أخبار حي الزهراء الموالية أن مجموعة من الشباب يقومون بشكل شبه يومي بالسكر والعربدة ومراقبة الفتيات وتوجيه الكلمات البذيئة لهن بجانب سكن الطالبات بالمدينة الجامعية في مدينة حلب، ويتم ذلك وفق تعبير الشبكة وسط صمت مخزن من مدير وإدارة المدينة الجامعية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر امرأة أمريكية دفعها الغضب من إدمان أبنائها على استخدام أجهزتهم الذكية إلى اتخاذ قرار غير مسبوق، حيث قامت الأم بجمع هواتف أبنائها وأطلاق النار عليها، وذلك لإبعادهم عن وسائل التواصل التي جعلتهم يعصون أوامرها ويقللون من احترامها حسب قولها. نتابع معا. Denounce the effects that social media have on my children, their disobedience and their disrespect. Charlie! Yeah, great. Great. I also take back my parents, my children. Charlie. I refuse to be cursed. I refuse to be disobeyed. I take back my role as your parent. Get a shot of them. All right. Anything left, put it on top. Just the rest of the screen. My children's lives are more important to me than any electronic on this earth. Good for you, we still don't get to. Refuse to have them influenced in negative ways, contacting people they don't know, being involved in drama they don't need to be in, and being in trouble in school for having phones out. Let me hit it. يعني بنعتقد مجموعة كبيرة من الأمهات رح يتمنوا أنهم يتخذوا نفس القرار ونفس الطريقة. بنختم أخبارنا لليوم بصوت مميز لابن مدينة حلب يمان قصار، وذلك أثناء مشاركته في برنامج The Voice Kids للمنافسة على لقب أحلى صوت، حيث لاقى أداء يمان تفاعلا كبيرا من لجنة التحكيم إلى درجة أنهم أداروا كراسيهم في الوقت ذاته. جاءت معذبتي في غيهب لاصق كأنها الكوكب الدري في الأفق مع هذا الصوت الجميل نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، نلقاكم غدا بإذن الله.